تحية لكم منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وهذا عرض لأهم الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. وقعت اشتباكات متقطعة بين عدد من المتظاهرين بشارع الشيخ ريحان وقوات الأمن المحيطة بوزارة الداخلية، وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التي ردت بدورها بإلقاء الحجارة، مما أدى إلى إصابة 36 شخصا بحسب وزارة الصحة. هذا وحاولت قوات الأمن التحرك لمسافات أبعد عن محيط وزارة الداخلية وفرض طوق أمني لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الوزارة، وهو ما شهد عمليات كر وفر من المتظاهرين. وينضم إلينا من شارع القصر العيني الزميل مجاهد شرارة. مجاهد، أهلا وسهلا بك. سمعنا أن هنالك تطورات في شارع القصر العيني، ماذا يحدث تحديدا في شارع القصر العيني؟ ما يحدث الآن في شارع القصر العيني هو قصف متواصل من قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع ضد جموع من المتظاهرين حاولوا التقدم نحو شارع القصر العيني من ناحية مجلس الوزراء بشكل بأعداد كبيرة، لكن قامت قوات الأمن بتفرقة هؤلاء بالقنابل المسيلة للدموع التي ما زالت تطلق حتى الآن منذ حوالي نصف ساعة وحتى الآن، وقنابل المسيلة للدموع تطلق الآن بشكل يعني كانت تكون اقتربت منا في شارع. انا اقف في الشارع امام مجلس الشورى، الشارع المؤدي الى مسجد عمر بكر من الخلف. الان قوات الامن تقدمت بشكل كبير في هذا الشارع وتقوم الان باطلاق القنابل المسيله للدموع بشكل مكثف. نحاول جميعا ان نهرب من القنابل المسيله للدموع، وتقدمت قوات الامن المركزي الى ناحيه مجلس الشورى والى شارع الشيخ ريحان بشكل كبير، وما زال الضرب متواصل حتى هذه اللحظه من قوات الامن المركزي بالقنابل المسيله للدموع في اتجاه المتظاهرين، سواء لدفع المتظاهرين للخلف سواء الى ميدان التحرير او الى كورنيش النيل من ناحيه فندق سيمراميس انتركونتيننتال. هذا هو الوضع الان. هل اقترب المتظاهرون في شارع قصر العين؟ هل اقترب المتظاهرون او حاولوا الاقتراب او دخول او اقتحام احد المباني المهمة الموجودة في هذه المنطقة كمجلس الوزراء، كمجلس الشورى او مجلس الشعب؟ لم ارى اي محاولة لاقتحام. كل مرة يعني انا ما رايته انا ان هناك جموع للمتظاهرين في شارع القصر العيني اتجاه مجلس الشورى وبعد ذلك مجلس الوزراء والشوارع الجانبية. بالطبع لم يصل احد الى شارع مجلس الوزراء لان هناك قوه امنيه متواجده. ما وجدت ان هناك تم القاء قنبلتين مسيلتين للدموع تبعها قنابل متعدده وتقدم لقوات الامن. قوات الامن تدفع المتظاهرين الى العوده للخلف لمدينه التحرير او الى الشوارع الجانبيه بعيدا عن مجلس الوزراء. ونوع ايضا ان احد زملائنا يعني اصيب بدوار من قبل استنشاق القنابل المسيلة للدموع التي ضربت بكثافه في الشارع الجانبي الذي بجوار يعني امام مجلس الشورى. هناك شارع جانبي امام مجلس الشورى نقف فيه عنده الان، اقف الان في قرب من الميدان سيمون بوليفار. هل هنالك اي هجوم من المتظاهرين كما حدث من قبل بالحجاره والزجاجات الحارقه على قوات الامن؟ هل تحدث اشتباكات الان؟ الان لا يوجد اي نوع من انواع الاشتباكات، لا يوجد الان ان المتظاهرين او يعني بعد ان عادوا الى ميدان سيمون بوليفار او اعيدوا اليه بقوه القناة المسيلة للدموع، ارى هناك اعداد يعني قليله تحاول ان تتقدم الى الشارع مره اخرى وتحمل حجاره في ايديها. رايت ايضا بعض الاطباء متواجدين في الشارع ومعهم الادوات الاسعافات الاوليه لاسعاف المصابين، ويبدو ان الامر يعني قد يتطور الى كر وفر بين قوات الامن.
الامن من ناحيه والقوات والمتظاهرين من ناحيه اخرى، لاني ارى الان ان هناك بعض المتظاهرين يتقدمون في الشارع مره اخرى ليصلوا الى اول شارع القصر العيني من ناحيه مجلس الشورى، وبعضهم يحمل حجاره في يده، فيبدو ان الامر يعني لن ينتهي حاليا. زميل مجاهد شراره من امام مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. صرح عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيتوجه غدا إلى قطاع غزة برفقة وفد من وزراء الخارجية العرب لتقديم الدعم المعنوي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في سادس أيام الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب مسؤولين بجامعة الدول العربية فإن الوفد سيضم 9 وزراء على الأقل يمثلون مصر وتونس والمغرب والعراق والسودان ولبنان والسلطة الفلسطينية والكويت، إضافة إلى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الحركة الفلسطينية تمر الآن القضية الفلسطينية تمر الآن بمرحلة عصيبة، لكنه قال إن صواريخ المقاومة الفلسطينية على إسرائيل لن تتوقف، وإن إسرائيل هي التي طلبت التهدئة وليست الفصائل الفلسطينية، وقدم الشكر لمصر على دعمها للشعب الفلسطيني في غزة. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة للحديث عن وضع القضية الفلسطينية الآن، وأيضا عن موضوع التهدئة الذي قال إنه اقتراح إسرائيلي. لذلك أنا أقول لكم حقيقة، الذي طلب التهدئة هو نتنياهو، طلبها من الأمريكان والأوروبيين وشخصيات دولية عديدة، وطلبها مباشرة أيضا من مصر ومن دول أخرى كالتي ذكرتها. مش حماس ولا المقاومة ولا شعبنا في غزة طلب بالتهدئة. أنا على اتصال مع أخواننا في غزة، بيقولوا لي يا أبو الوليد لا تخف علينا، نحن نريد مطالبنا. وفي مستشفى الشفاء بغزة عقد وفد مصري يضم رموزا من القوى الوطنية والإسلامية مؤتمرا صحفيا عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وقال سعد الكتتني رئيس حزب الحرية والعدالة أحد أعضاء الوفد إن وجودهم في غزة يعني تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني. جئنا لنقول إخواننا في فلسطين وفي غزة أننا داعمون لكم سياسيا، أننا داعمون لكم بشتى أنواع الدعم، دواؤنا دواؤكم، قوتنا قوتكم، نحن معكم ولن نترككم. جئنا إلى هنا إلى قلب غزة لنوجه رسالة من هنا إلى الكيان الصهيوني، إلى العدو الصهيوني، ونقول له لم تعد مصر، لم تعد مصر بعد الثورة كنزا استراتيجيا لكم، وإنما مصر كانت وستظل كنزا استراتيجيا. وصل إلى القاهرة بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة في زيارة تستغرق 2 يبحث خلالها تطورات القضيتين الفلسطينية والسورية مع الرئيس المصري محمد مرسي. وكان سيلتقي أيضا مع عدد من المسؤولين لبحث الأوضاع في المنطقة ورؤية مصر وجامعة الدول العربية للتعامل مع الوضع في غزة وفي سوريا. وقعت وزارة النقل اتفاقا مع وزارة النقل التركية لتطوير منظومة هيئة سكك حديد مصر وتطبيق معايير السلامة والأمان بغرض تفادي حوادث القطارات. هذا وتم تشكيل تحالف بين الشركات المصرية وتركية لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه عقب وقوع حادث قطار أسيوط. هذا وتهدف الاتفاقية الموقعة لتفادي حوادث السكك الحديدية وتدريب العمالة المصرية وتطوير أبواب المزلقانات وربطها إلكترونيا بمواعيد سير القطارات. نفى مصدر مسؤول بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن استقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وقال المصدر إن ما تردد في هذا الصدد عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن رئيس الوزراء وحكومته يمارسون عملهم بشكل طبيعي. وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالإجماع على البقاء في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، وفقا لاقتراح تقدم به المستشار حسام الغرياني
رئيس الجمعية. وكان الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية قد أكد في مؤتمر صحفي التزام الجمعية بالانتهاء من كتابة الدستور الجديد في الموعد المحدد لها دستوريا، وهو 12 من الشهر المقبل. احنا بنعمل منذ حوالي يعني أو أكثر من 5 أشهر تقريبا حوالي 60,000 ساعة عمل من أعضاء الجمعية. أنا بحسب فقط الأعضاء الأساسيين، الإحصائيات بتاعتنا بتوري إن حوالي 60,000 ساعة عمل استنفذت من أعضاء الجمعية فقط في إنتاج المسودات والمواد المختلفة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع اللي جرت في كافة محافظات مصر وداخل سواء داخل الجمعية أو خارجها، بالإضافة إلى أعمال الجهاز الإداري. قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تضخم الثروة. ذكرت مصادر أمنية أنه تم نقله إلى سجن طرة لتنفيذ قرار جهاز الكسب غير المشروع. توفيت مساء اليوم شقيقة الرئيس محمد مرسي بعد صراع مع المرض. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن العزاء سيقام بالقاهرة الثلاثاء، ودعا جميع الصحف ووسائل الإعلام إلى عدم نشر أي تعز. انتهى موجز الأخبار. المزيد في موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت. يمكنكم أيضا أن تشاهدوا بثنا الحي على الموقع ذاته، وأن ترسلوا إلينا بأسئلتكم وتعليقاتكم عبر صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.